مذيار شاهدنا سالمين بن محمد بن سالمين العامري مع شوطنا التاسع ايضا قدمت عرض ما فيه الكفايه ب 9 دقائق 26 تهانينا على هذا الفوز والانتصار. كما نبعث التهنئه والناموس لراعي اسرار عمير بن سهيل بن غزول الشامسي هي صاحبه التوقيت الافضل ب 9 دقائق و19 من الثواني، هي صاحبه التوقيت الافضل في هذا الصباح الى حتى هذه اللحظات. ينطلق 10 الاشواط خاتمها في هذا الصباح وبهذا ايضا التقدم وبهذه التحديات. شكرا الى ديوان صاحب السمو رئيس الدوله، شكرا لاتحاد سباقات الهجن، شكرا للجنه ايضا القائمه لتنظيم هذا السباق على ارضيه ميدان سيح صبره. مقدمه الشوط المركز الاول بلقى ايضا مخيله ومنصور بن علي بن سالم العامري هو من يقدم مخيله مع المركز الاول في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني تتقدم الهبيبه ومبارك بن محمد بن سلطان الشامسي يقدم كذلك ايضا الهبيبه على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث بلقى راهيه وسيف بن فالح بن راشد، سيف بن فالح بن راشد الشامسي نعم يقدم راهيه على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع تقدم وحضور في هذه اللحظات مع منصوره مبارك بن عوض بن قنازل العامري يقدم منصوره على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس أسر الندى وتقدمت ايضا العزوم سعيد بن ميثار مخلفان الشامسي احتلت المركز الخامس. المركز السادس وصول في هذه اللحظات من خلال تواجد ايضا اللي هي الشاذنيه يقدمها احمد بن عبد الله بن محمد بن 70 المحرمي، ولكن اتابع ايضا المركز ايضا هناك بلقى المركز السابع. المركز السابع اعطونا شوف تقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد وانضمام السائحه سالم بن محمد بن سالم الراشدي يقدم السائحه على المركز السابع. والمركز الثامن تقدم مع مياسه المر بن سعيد بن حمدان النعيمي احتلت المركز الثامن. المركز التاسع الاسماء شوف التقدم مع اللي هي مغثه يقدمها راشد بن عبد الله بن مبارك الشامسي. والمركز العاشر ايضا نختم بها الندى اللي هي تتقدم ايها الحفل الكريم حضور محمد بن منصور العامري مع حضور حضرت مع المركز التاسع في هذه الاثناء. هذه هي نتائجنا مشاهدنا الكرام في هذه اللحظات وبهذا التحدي والابداع والاثاره مشاهدينا الكرام وبهذا التقدم مع هذه ايضا التحديات المستمره ما شاء الله وتبارك الرحمن. ولكن بنعود بعد المتابعه ما شاء الله الى سكان المقدمه والى المراكز الاولى المتقدمه مشاهدنا الكرام في هذه اللحظات وبهذه ايضا التحديات ما شاء الله تبارك الرحمن. نعود الى سكان المقدمه والى المراكز الاولى بهذه اللحظات وبهذه التحديات ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف المراكز الخمسه الاوائل. المراكز الخمسه الاوائل بدات بالانعزال والانفصال في هذه اللحظات بقياده مقدمه الشوط والمركز الاول اللي هي تتقدم الجموع في هذه اللحظات. بلقى منصوره مع المركز الاول ما شاء الله يقدمها مبارك بن عوض بن قنازل العامري على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات. هذه هي منصورة على مقدمة الشوط مع المركز الأول. عوض بن قنازل العامري هو من يقدم منصورة بهذا التقدم وبهذا الأبداع. جماهيرك ينتظرون يا بن قنازل، جماهيرك ينتظرون ما شاء الله من منصورة. الله أبداع وتحدي وإثارة ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذا هو التقدم وهذا هو الأبداع في هذه اللحظات. منصورة على مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني بلقى راهية مع المركز الثاني وسيف بن فالح بن راشد الشامسي يقدم أيضا راهية على ثاني المراكز. المركز الثالث شوف التقدم في هذه اللحظات والحضور من خلال تواجد أيضا الله هذه هي أيضا الشاذنية يقدمها بهذا
التقدم وبهذا الابداع المستمر مشاهدينا الكرام تتقدم بدورها يقدم ايضا الشايبه عفوا الشايبه احمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين المحرمي تنتقل في هذه اللحظات شو اللي تابع لي راعي الرقود قادم بدوره في هذه الاثناء وبهذه التحديات المستمره يقدم مشاهد الكرام مخيله منصور بن علي بن سالم العامري احتلت المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس بلغى في هذه اللحظات مغثه راشد بن عبد الله بن مبارك الشابزي يقدم مغثه ايضا السائحه واصله في هذه اللحظات مع الحوز الراشدي وكذلك هنا بلقى سالم سعيد بن عمان المهيري وكذلك ايضا حضور مع بن منصور ولكن 1200 خلونا مع الثلاثه الشايبه غيرت الامور مع مقدمه الشوطه مع المركز الاول في هذه اللحظات وبهذه التحديات ما شاء الله مع المركز الاول الشايبه تتقدم الجموع في هذه اللحظات يقدم الشايبه احمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين المحرمي على مقدمة الشوط مع المركز الأول هذه هي الشايبة على مقدمة الشوط مع المركز الأول تنطلق بهذا الانطلاق وبهذه التحديات الرائعة والجميلة ولكن أراهية مع المركز الثاني أراهية مع المركز الثاني تتقدم أيها الحفظ الكريم في هذه اللحظات وبهذه التحديات ما شاء الله يقدم أيضا هناك أراهية يقدمها أيضا سيف بن فالح بن راشد الشامسي على مستوى المركز الثاني المركز الثالث بلقى منصورة مع المركز الثالث ما شاء الله ولكن بعود في هذه اللحظات وبهذه التحديات الشايبة على مقدمة الشوط الشايبة مع المركز الأول أراهية عادت مرة أخرى في هذه اللحظات وبهذه الأثناء ولكن الشايبة ولا أراهية ما شاء الله الثنتين وأراهية غيرت في هذه اللحظات وبهذا الأبداع المستمر ما شاء الله تبارك الرحمن هذه هي راهية مع المركز الأول مع الصدارة مشكور راعي سمعة مشكور على هذا الرقص الجميل مع راهية على مقدمة الشوطة مع المركز الأول تنطلق بهذا الانطلاق وبهذه التحديات ما شاء الله راهية مع المركز الأول راهية على الصدارة سلام للنواية الكافة على فوز راهية بالمركز الأول وحصولها على هذا الفوز والانتصار سيف بن فالح بن راشد الشامسي المكثان الشايبة قدمت عرض مامي الكفاية أحمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين محرمي المكان الثالث في منصورة محمد بن منصور بن هيا العامري المركز الرابع في مخيلة سيب بن علي بن سالم العامري المركز الرابع كأول خامس كانت منصورة ومبارك بن عوض بن قناز العامري هذه هي نتائج جرام مشاهدنا الكرام للمراكز الخمسة الأوائل ساعة وصولها عبورها نحو خط النهاية وشاهدنا أيضا اللي هي راهية من حازة الفوز والناموس والانتصار وقدمها سيف بن فالح بن راشد الشامسي عرض رائع جميل ممتاز الغاية أما اللي خذت المكثاني الشايبة قدمت عرض رائع جميل ممتاز الغاية أحمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين المحرمي توقيتنا الزمني 9:23 تهانينا والناموس لمالك أيضا راهي وقدمها بتقدم رائع وجميل سيف بن فالح بن راشد الشامسي فله التحية راعي سامحة على هذا الفوز والانتصار وتهانينا كذلك نبعث لمحمد بن سيف أيضا الشامسي على أيضا متابعة هذا الشعار بهذه الأصايل وبهذا التقدم الرائع والجميل هذا هو خاتم الأشواط تقبلوا تحياتنا وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.